حفلة التحريض لم تبدأ بعد حادثة الشابة مهسا أميني. العبث السعودي بالساحة الإيرانية عمره عقود من المحاولات الفاشلة، ومن هنا يبدأ. الله أكبر خميني الأكبر، الله أكبر خميني الأكبر. منذ انتصار الثورة الإسلامية حاصرت الرياض نفسها بكابوس اسمه إيران، وبدأت تحوك المكائد ضدها، إلا أن العداء لم يصل حد الصدام المباشر في عهد الملوك السابقين، وظل محكوما بدهاء يفتقر إليه عهد الملك سلمان وابنه. سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية. في عام 2019 نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية وثائق مسربة تضمنت خطتين عرضتهما السعودية على إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هما نمرود والعنكبوت، تهدفان إلى زعزعة استقرار الداخل الإيراني واستبدال النظام بآخر يخدم مصالحهما من خلال الضغوط الاقتصادية والسياسية واستغلال الأقليات والحرب الناعمة والتحريض الإعلامي. يك سفارش هم به رژیم آل سعود دارم که با بنگاه‌های سخن پراکنی هشدار می‌دهم، مراقب رفتارتان باشید، این رسانه‌ها را کنترل کنید، وگرنه دود آن به چشم شما خواهد رفت. ما با شما اتمام حجت می کنیم. معارك جوية، اجتياح بري لإيران، وانتصار سعودي، كل هذا ليس واقعا، إنما فيديو لمجموعة تدعى قوة الردع السعودي يحاكي جزءا من مخيلة سعودية متأثرة بأفلام هوليوود الأمريكية، لكن الخيال شيء والواقع في إيران شيء آخر.